تعرف الأصيل النمري معايا في وقت من الأوقات صار في مشاكل في المنتخب، لكن أول شيء باش نقوله أنا، أول ما قضيت المنتخب اتصلت بالسي كريم الهلالي بالجامعة بالإدارة الفنية، قال لي باش ناخذ المنتخب ورقة بيضاء، معناها كل شيء ما على جنب. أول شيء أول شرط باش ناخذ أنا المنتخب نبدأ نخدم يلزم ورقة بيضاء، ما عندي حتى ملاعب، معناها أنا باش نتصرف بصفتي ونقول على 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 مسؤوليتي، انا مش نتصرف في اللاعبين الكل، وهذا هو اللي صار مع الاطار الفني. معناها بالنسبه لي احنا اصيل النملي صارت عقوبه، توا اطار فني جديد كل شيء يتنحى، توا عندنا مشوار جديد، عندنا منتخب جديد، وكل بقدره ربي بالنسبه لمشكله اصيل النملي تنحات. عندنا وقت توا باش نقعد نجلس مع انا وسي رياض وسي امير بن عمارة. انا قبل معناها كي قلت ما عشت منتخبات، خاطر انا عديت 8 بطولات عالم، انا خدمت كمدرب اول و8 بطولات افريقيه. بعد كي نخرجوا خارجين من تونس الكل كان حتى حد يرى في ظهره شو مكتوب، كل واحد خارج مكتوب على ظهره تونس، معناها عندنا مسؤوليه اللي هي لازم واحد يتحملها، من اللي باش يكون برا احنا خارجين لازم نتحملوا المسؤوليه نتاعنا، اذا كان اي انسان يخطئ لازم يتحاسب، لكن الحساب نتاعه لازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه. اوكي دونك احنا بالنسبه لنا احنا باش نعطيكم كلمه، راه مشكله اصيل النملي قبل كوب دافريك وقبل ما يلعب الماتشوات اللي يلعبهم في الكوب دافريك الاخرانيه الملف منتهي. اليوم الإطار الفني تا يقعد مع اصيل، اصيل بيدو باش يعمل المراجعات نتاعو اكيد ويشوف روحه، والمنتخب معناتها يبقى ديما المنتخب التونسي اللي الانتماء ليه يعني يحتم ضوابط لازم تكون متوفره عند الناس كل، ونتصور معناتها رجوع اصيل المنتخب تو يصير في معناتها في وقت وفي بينه بعد ما المدرب يتحدث معه.